دكتور أسامة، أرجوك اعتبر إن يمكن البرنامج وحلقة اليوم وهذه المكالمة هي منصة ومنبر لكم أمام المنطقة العربية بالكامل وحتى العالم، علشان قولوا لنا محتاجين إيه ونقدر نساعد إزاي، يعني إيه اللي لازال الشعب الليبي يحتاجه وشكل المساعدات المطلوبة، وبإذن الله يعني يتم توفيرها قدر الإتاحة. صراحة يعني بداية أشكرك كما شكرت مصر الشقيقة وشعبها الشقيق، أشكر كل الشعوب التي تقدمت لنا بالدعم من الشعوب العربية سواء تونس الإمارات أو السعودية. الجزائر أيضا أعلنت أنها تتوجه 8 طائرات إلى ليبيا للدعم. كل هذا الدعم نتقدم الشكر إليه، لكن ما مطلوب الآن هو الدعاء لمرضانا بالشفاء ومصابينا عفوا بالشفاء، والدعاء لنا أيضا أن نجد ناجين في هذه الكارثة التي حلت بالبلد وحلت كالصاعقة على ليبيا التي لطالما كانت تضمد جراح العديدين في العالم. فاليوم نحن نتحدث عن نزيف فعلي في ليبيا، لربما لم نشم الشمل بين الغرب والشرق والجنوب وجمعهم في مدينة واحدة من أجل أن يضمدوا جراح وطن يعاني من الشتات أحيانا. دكتور أسامة، يعني أنقل لك مرة تانية تضامننا واستعدادنا الكامل دائما للدعم والمساعدة، ولا نتمنى أن نسمع عنكم أبدا أي شيء غير جيد. كل مصر قلوبها معاكم، كل مصر أكيد بتدعي ربنا لصالح الشعب الليبي. أشكرك جدا دكتور أسامة علي، الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا الشقيقة.